السلام عليكم الشباب، كنتمنى انكم تكونوا بخير. الحصه ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون هي الحصه الاولى في الموديل ديال الثيرموشيمي بالنسبه للناس ديال اس ا. دونك هذا البلان اللي حاط لكم هنا يا الشباب واللي غادي نخدموا عليه في هذه الدوره ان شاء الله ممكن يتغير، متفقين؟ انا نخدم معكم هذه لي بارتي، ولكن اذا كانت شي بارتي اخرى زايده عندكم راه غادي نضيفوها في البروغرام، واضح؟ لان كاينين تقريبا 4 ديال الكليات اللي مشتركين في العرض، كاينه بن الزهر وكاينه بالمسيك وكاينه عين الشق وكاينه كذلك الكليه ديال الرباط، متفقين؟ مولاي عبد الله. دونك هادو كاملين ب4 مشتركين في العرض، كل واحد غادي نخدمها على حساب البروغرام اللي عنده، واضح الشباب؟ غير هو البلون ديال التيرموشيميك راه تقريبا كلكم عندكم نفس الحاجه، غادي تشوفوا برومي برانسيب دو لا تيرموديناميك ودوزيام برانسيب دو لا تيرموديناميك، هادشي اللي كاين في التيرموشيم، متفقين؟ دونك فين غادي يكون الفرق في الطريقه ديال الامتحانات؟ دونك بالنسبه للتي اللي غادي نخدمو راه ديال عين الشق، الكور ديال كاع الكليات اللي كاينين في العرض، ولكن بالنسبه للتي دي وامتحانات غادي نخدمو ديال الكليه ديال عين الشق ان شاء الله. دونك تبعوا معايا، بالنسبه للبلان ديال هذا الموديل غادي نشوفو فيه 4 ديال لي بارتي الشباب. بارتي 1 غادي نهضروا على تقديم عام حول تيرموشيمي، البارتي الثانيه غادي نشوفو بروميي اكسبيريونس دو جول، ولا هذا الاسم الثاني اللي هو برومي برينسيپ دو لا تيرموديناميك، نفس المعنى، سوا برومي اكسبيريونس دو جول ولا برومي برينسيپ دو لا تيرموديناميك. ثاني حاجه غادي نشوفو لي زابليكاسيون دو برومي برينسيپ دو لا تيرموديناميك، يعني غادي نشوفو في هذا برومي برينسيپ دو لا تيرموديناميك غادي نشوفو الطريقه باش نكالكوليو دلتا او وكذلك ديتا اش اللي هي لونتالبي. واخر حاجه غادي نشوفو اللي هي البارتي 4، غادي نشوف فيها دوزيام اكسبيريونس دو جول ولا دوزيام برينسيپ دو لا تيرموديناميك. دونك هادي هي اخر بارتي اللي غادي نساليو بها هاد التيرموشيمي، كل بارتي غادي يكون عندنا فيها تي دي، متفقين؟ الا هاد بارتي 2 بارتي 3 غادي يكون فيهم تي دي واحد اللي غادي نخدمو ان شاء الله. دونك غيكونوا عندنا ثلاثه ديال لي تي دي اللي غادي نخدمو في هذا الموديل ديال التيرموشيم. مزيان، نبداو على بركه الله. دونك اول حاجه كنديروها قبل ما نبداو اي موديل هي نعطيو ديفينيسيون ديال داك الموديل اللي غادي ندرسو. دونك من السميه تيرمو شيمي، دونك جايه من تيرمو ديناميك وشيميك، مزيان، واحد الحاجه اللي كتكون حراريه حركيه، كذلك الكيمياء، مزيان. هذيك الحركه والحراره كتولد لينا واحد الطاقه اللي كتجينا مناش من دوك التفاعلات اللي كيكونوا عندنا. دونك الا جينا بغينا نعطي واحد ديفينيسيون ديال هاد التيرموشيمي، هو تيرموديناميك شيمي اون برونش دو لا شيمي فيزيك، يعني هو واحد المجال ديال الكيمياء والفيزياء اللي كيهتم ليتود لي شونج دينيرجي رياكسيونيل، يعني اللي كيهتم بدراسه تبادل الطاقه اللي كتكون ما بين التفاعلات اللي كيكونوا عندك، متفقين؟ دونك هذا هو اش، هذا هو تيرموشيمي ولا تيرموديناميك شيميك. دونك هو واحد المجال ديال الكيمياء والفيزياء اللي كيهتم بدراسه تبادل الطاقه في واحد الميليو رياكسيونيل، مزيان. هذا الميليو رياكسيونيل شنو كيكون فيه؟ كيكون عباره عن نظام. دونك هنا غنولي نهضر على ايش، غادي نهضر على سيستيم. دونك ثاني حاجه من بعد ديفينيسيون غادي نشوفوا شنو كيعني ليا سيستيم. دونك الحصه ديال اليوم غادي تكون عباره عن ديفينيسيون اللي غادي نحتاجو في الكور، متفقين؟ دونك سيستيم، ملي كنهضر على سيستيم شنو هو؟ ان سيستيم تيرموديناميك هو لونسومبل دي كور، يعني هو واحد المجموعه ديال الاجسام اللي كتكون كتواجد في الداخل ديال واحد سيرفاس، يعني ديال واحد المساحه، متفقين؟ دونك ان سيستيم تيرموديناميك لونسومبل دي كور سيتيي ان انتيريور دان سيرفاس، متفقين؟ دونك نحط ديفينيسيون ديال هاد سيستيم اللي قلنا ان سيستيم تيرموديناميك، يعني باش ندوي على واحد النظام تيرموديناميك، سيستيم تيرمو ديناميك هو اش، هو لونسومبل ديال اش، لونسومبل دي كور ديال واحد الاجسام اللي كندوي على لي كور. دونك كندوي هنا على ماتيير، متفقين؟ يعني اجسام راه كيكونوا ليا ماده سيتيي، فين كتواجد هاد الماده ولا هاد الاجسام؟ في لانتيريور ديال اش، لانتيريور
دان سيرفاس، يعني كتواجد في الوسط ديال واحد المساحة، تفقين سيرفاس مزيان. دونك هذا هو اش، هذا هو سيستم. واخا نعطيكم مثال ديال واحد السيستم. دونك كتكون عندي واحد البارتي من لونيفير، جزء من الفضاء، بارتي دو لونيفير، جزء من الكون، بارتي دو لونيفير. دونك مثلا ديك البارتي هي هادي، سما كاع القلم بالسيلو، هادي هي البارتي ديال لونيفير، جزء من الكون. هاد الجزء من الكون ناش كيتكون؟ كيكون فيه مثلا واحد الميليو انتيريو، هذاك الميليو انتيريو هو اش، هو اللي كيكون فيه واحد السيرفاس. هو دونك هاد السيرفاس شنو كيتواجد فيه؟ كيتواجد فيه دي كوب، تعرفين. دونك هاد السيرفاس مادام كيتواجد فيه دي كوب، دونك هذا كيتعتبر ليا سيستم. مزيان، هاد السيستم شنو كيكون داير به؟ الا كان هذا هو البارتي ديال لونيفير، هذا هو الجزء من الكون، دونك هذا غادي يكون هو الميليو انتيريو، هو هذا، تعرفين، هذا هو الميليو انتيريو، انتيريو، والبارتي اللي بقات هو الميليو اكستيريو. واخا غادي نشوف شنو كيطرى ما بين هاد الميليو انتيريور وما بين الميليو اكستيريور. دونك هاد البارتي اللي بقات نلونها ونرجع لكم. دونك هادي هي بارتي ديال لونيفير. مزيان، مناش كتكون؟ كتكون من سيستيم اللي هو غنسميه هو الميليو انتيريور، ميليو انتيريور، وكتكون من البارتي التانية الا كان هاد السيرفاس اللي هو اللي كيتواجد في الميليو انتيريور، ديك البارتي اللي بقات من لونيفير شنو كتسمى؟ هذا هو الميليو اكستيريور، تعرفين اللي ملون بالصفر، ميليو اكستيريور. مزيان، دونك شنو كيطرى ليا ما بين هاد الميليو انتيريور والميليو اكستيريور؟ كيطرى ليا واحد ليشونج، هو هذا اللي دوينا عليه، ليشونج دينيرجي، تعرفين ولا اش، يا اما كيطرى لي هاد لي شونج دينيرجي. باش غادي نحصل عليه؟ قلنا كنحصل في واحد الميليو رياكسيون، داك الميليو رياكسيون شنو كيكون فيه؟ كتكون فيه واحد الماتيير. دونك شنو كيطرى هنا؟ كنعطي مثلا انا واحد الماتيير، ولا كناخذ واحد الماتيير، وفي المقابل شنو كتعطيني؟ كدير لي تبادل ديال اش، ديال واحد الطاقه. دونك هنا كيكون واحد لي شونج ديال لينيرجي والماتيير، انرجي وكذلك الماتيير، متفقين الشباب؟ دونك هاد التبادل ديال هاد المادة وهاد الطاقة كيطراو ليا في هاد البارتي من لونيفير اللي فيها سيستيم اللي هو جزء من هاد تيرموديناميك شيمي، يعني هاد سيستيم تيرموديناميك شيمي هو لونسومبل ديال واحد لي كوب. واخا هاد سيستيم شنو كيكونوا فيه؟ قلنا كيكونوا فيه دي كوب، دونك كتكون فيه ماتيير، متفقين؟ الا قلنا دي كوب دونك ماتيير، كلا هنا غادي يطرا واحد التبادل ديال واحد الماتيير. مزيان، كنا الشباب هاد السيستيم كتكون فيه اش، كتكون الداخل ديالو واحد الماتيير، لان دي كورب، دونك دي كورب كيكملوا لي واحد الماده، ولا نكتب انا كاع كورب باش كامل ندوخكم. قلنا مادام قلنا ان سيستيم تيرموديناميك هو لونسومبل دي كورب، دونك كنكتب هنايا كورب، ناسي، دونك نحيد انا كاع هاد الماتيير. وركزوا معايا، هاد الكورب عبارة عن اش، ملي كندوي انا على كورب جسم، دونك هنا راني كنهضر على اش، كنهضر على مادة. هاد المادة الشباب مناش كتمر؟ كتمر من مراحل اللي هما سوليد، متفقين، وليكيد، وكذلك غاز. هادشي كامل ديجا شتوه في الباك، متفقين. دونك هادو هما المراحل اللي كتمر منهم اي مادة، كيف ما بغات تكون كتمر من هاد ثلاثة ديال المراحل، واضح. دونك هاد ثلاثة ديال المراحل هما اللي كيطرا فيهم داك التبادل ديال الانيرجي وديال الماتيير ما بين هاد الميليو انتيريور اللي هو السيستيم وهاد الميليو اكستيريور اللي كيكمل ليا البارتي ديال لونيفير، متفقين. دونك هذا هو اش، هذا هو سيستيم، وهذا هو الدور ديالو، وهذا هو سيستيم تيرموديناميك، يعني هذا هو الهدف منه، هو انه يدير ليا لي شونج ديال الانيرجي. حنا بدينا كنعرفوا كل حاجه شنو كتعني، دوينا على تيرموديناميك، قلنا هو التبادل ديال الطاقه، وقلنا بلي ملي كنهضر على سيستيم هو اش، وواحد المجموعه ديال الاجسام اللي كتواجد ليه في واحد السيرفاس اللي كيكون في الانتيريور اللي هو هذا. هاد السيرفاس هو اللي هاد السيرفاس اللي فيها السيستيم هو اللي كيطرا ما بين وما بين ديك البارتي ديال لونيفير اللي بقات اللي كتكون كتواجد في الميليو رياكسيونيل، تبادل ديال الطاقه ولا ديال الماده،
متفقين؟ وهاد السيرفاس قلنا مادام هو عبارة عن سيستيم كيتكون من لونسومبل ديال لي كوب، دوك لي كوب راه كيكونوا ليا ماتيير، دونك ديك الماتيير كتمر من ثلاثة ديال المراحل، يا إما كتكون في مرحلة صلبة ولا سائلة ولا غازية، يعني سوليد ليكيد غاز. واخا اجي نشوفوا دابا الانواع ديال لي سيستيم اللي عندنا، متفقين؟ دونك دابا ثالث حاجة غادي نشوفوها هي لي تشيب ولا تشيب ولا لي تشيب دي سيستيم. دونك الشباب ملي كنهضر على سيستيم عندي ثلاثة، عندي الشباب سيستيم اوفير، وعندي كذلك الشباب سيستيم فيرمي، وعندي كذلك الشباب سيستيم ايزولي. دونك قلنا عندنا ثلاثة ديال الانواع ديال لي سيستيم، كاين سيستيم الاول سيستيم اوفير، كاين سيستيم تاني سيستيم فيرمي، وكاين سيستيم تالت اللي هو ايزولي. صافي الشباب، دونك ثلاثه ديال لي سيستيم. واخا غنعطي ديفينيسيون ديال كل واحد ومن بعد غادي نعطيكم امثله. ملي كندوي على سيستيم اللي هو اوفيرت، شنو هو سيستيم اوفيرت؟ هو واحد السيستيم اللي كيدير ليا اش، كيدير ليا ليشونج، هانتا واحد السيستيم اللي كيدير ليا ليشونج ديال اش، ايشونج دينيرجي، دينيرجي اي دو ماتيير. متفقين الشباب؟ دونك ملي كنهضر على سيستيم اوفيرت هو واحد السيستيم اللي كيدير ليا التبادل ديال اش، تبادل ديال الطاقه وكذلك تبادل ديال الماده، متفقين؟ يعني كيشونجي ليا ما بين هاد الميليو انتيريور وما بين الميليو اكستيريور اللي هو هذا، كيدير التبادل ديال الانرجي وديال الماتيير بجوج، هذا هو سيستيم اوفيرت. حارس مثلا ناخذ طوموبيل، طوموبيل شنو كتعطيها؟ كتعطيها ماده، كتعطيها مثلا ايسانس ولا مازوت، بالمقابل شنو كتعطيك؟ كتعطيك واحد لينيرجي ميكانيك، يعني كتعطيك واحد لينيرجي اللي كتحرك لك ديك الطوموبيل، دونك داك الموتور الا كبيشي فيه ليسانس، داك ليسانس هو اللي كيحرك وكينتج منه هي ماده، كيحولها لاش؟ كيحولها لطاقه، متفقين؟ دونك هذا كيتسمى سيستيم اوفير، كيدير تبادل، كتعطيه ماده في المقابل كيعطيك طاقه، دونك هذا كيتسمى سيستيم اوفير. ضروري باش تحصل على ديك الطاقه، يعني باش دير واحد لاشونج ديال لينيرجي خاص تكون عندك اش، خاص تكون عندك ماتيير، لان هي اللي غادي تعطيك ديك لينيرجي، دونك هذا كيتسمى سيستيم اوفير. الى جينا ندوي على سيستيم فيرمي، سيستيم فيرمي هو واحد السيستيم اللي كيدير ليا اش، ليشونج ديال اش، ليشونج دينيرجي، انرجي اي نيشونج با ولا نيشونج، نيشونج دو ماتيير. صافقين الشباب؟ دونك هاد السيستيم عاوتاني التاني شنو كيدير ليا؟ هاد السيستيم او فيرمي، دونك هاد السيستيم فيرمي كيدير ليا تبادل ديال الانرجي، ولكن بالنسبه للماتيير ما كيديرش ليا التبادل ديال الماتيير، دونك المادة ما كيدي ما كي ما كي ما كيطراش ليها التبادل ديالها في هذا الميليو، يعني ما كتشونجاش مع هذا الميليو انتيريور والميليو اكستيريور في الكا ديال سيستيم فيرمي. فحالاش مثلا نعطيو مثلا ثلاجة، ثلاجة باش تحصل على واحد الطاقة شنو كتعطيها؟ كتعطيها طاقة، كتعطيها الضوء، كتعطيك واحد الطاقة اللي كتبرد بها، دونك هذه كتسمى اش؟ كتسمى سيستيم فيرمي. تليفون حتى هو كتعطيه انرجي، كيعطيك انرجي اللي كتبقى تكونسوم، يعني طاقه كتبادل بالطاقه، كتعطيه طاقه وفي المقابل كيعطيك طاقه اخرى اللي هي نفسها، متفقين؟ دونك هذا كيدير غير لي شونج ديال اش، غير ديال الانرجي بوحدها، ما الماتيير ما كيشونجيهاش. هادو هما لي سيستيم فيرمي، وعطينا مثال قلنا ثلاجه، متفقين؟ الى جينا ندوي على سيستيم ايزولي، سيستيم ايزولي من السميه ديالو ايزولي يعني عازل، مزيان. هاد سيستيم ايزولي الشباب ما كيشونجي ليا لا الماتيير وما كيشونجي ليا لا لينيرجي، دونك بجوجهم ما كيديرش التبادل ديالو، دونك هاد سيستيم هذا نيشونج، نيشونج دينيرجي
اي دوماج بجوج صافقين. فحالاش مثلا الا جينا نعطيو مثال ديال السيستيم اللي ما كيدير ديال لي شونج لا ديال لينيرجي لا ديال الماتير بحال الترموس. الا خدينا الترموس كتاخد مثلا داك الترموس كتكب فيه مثلا اتاي فواحد الدرجه ديال الحراره معينه، هذيك الحراره كيبقى محافظ عليها ما كيستهلكهاش ما كيكونسوميش ديك لينيرجي تيرميك اللي كتكون فيه، كيخليها هي نفسها. حطيتي فيه اتاي بارد غيبقى بارد، حطيتي سخون غيبقى سخون. دونك هذاك السيستيم ما كيدير حتى شي تبادل ديال لينيرجي ولا ديال الماده، دونك هذا كيتسمى سيستيم ايزولي. واضح الشباب؟ دونك هادو هما الانواع ديال لي سيستيم اللي عندنا. عندنا الشباب ثلاثه ديال الانواع، سيستيم الاول اوفيرت، سيستيم الثاني فيرمي، سيستيم الثالث ايزولي. مزيان. دونك دابا هضرنا على الانواع ديال لي سيستيم اللي كاينين، وكل سيستيم عطينا فيه اش مثال. قلنا اوفير عطينا قلنا طوموبيل مثلا الموتور ديال الطوموبيل ولا ديال موتور نيت ديال الطوموبيل ولا ديال اي حاجه، يعني واحد المحرك باش تحركو غيخصك ماده، يعني دير فيه ليسانس مثلا بحال لا موتور باش يتحرك خاصك تكب فيه بعدا ليسانس عاد باش يعطيك ديك لينيرجي لينيرجي اللي غادي تحرك بها، يعني ديك الطاقه الحركيه اللي غادي تحرك بها لينيرجي ميكانيك. مزيان. دونك باش تحصل على طاقه خاصك تعطي ماده، هذا هو سيستيم اوفر. سيستيم فيرمي لا كتعطي الطاقه كيعطيك حتى هو بالدور ديالو طاقه اخرى، دونك هذا كيشونجي ليا غير لينيرجي. وسيستيم ايزولي ما كيكونسومي لا لينيرجي لا الماتير، دونك كيكون واحد السيستيم اللي هو عازل. دونك عطينا مثال ترموس. مزيان. تبعوا معايا دابا غادي ندوي على لي كونستيتيون دان سيستيم. مناش كيتكون سيستيم؟ يلا هضرنا على سيستيم بصفة عامة ديفينيسيون. دابا غادي نشوفو المكونات ديال هاد السيستيم. قلنا بلي سيستيم اللي هضرنا عليه قبيلة سيستيم تيرموديناميك، دابا غادي نهضرو على سيستيم بصفة خاصة، متافقين؟ دونك إلا جينا نهضرو على تالت حاجة هضرنا على لي سيستيم لي تيب دان سيستيم، دونك دابا غادي نهضرو على الكونستيتيون دان سيستيم. دونك الشباب كنحاول أنا نعطيكم كل حاجة شنو كتعني وتعريف ديالها، لان الغرض ديالي هي انا ملي غنبداو نخدمو تمارين ملي تسمع سيستيم ولا تسمع مثلا سيستيم اوفيرت ولا فيرمي ولا ايزولي تكون عارف اشنو كيعني وتخيل داك المثال اللي غادي تكون كتخدم فيه، متافقين؟ باش تكون باش تعرف راسك اشنو كدير. انا مبغيتش نبقى نتعامل معاكم غير بالماتش، بقى تجي نعطيك ابليكاسيون ونوريك كيفاش تخرج ونبقى نحفظ فيك. لا، من الاحسن انك تعرف كل حاجه منين جات باش تشوف تمارين يسهل عليك تحل دوك التمارين اللي تبغي تخرج، متافقين؟ نيت اناليزي مزيان. دونك ركز معايا هنا. دابا غادي نشوفو الكونستيتيون دان سيستيم. قلنا سيستيم تيرموديناميك راه هو واحد لونسومبل ديال لي كورب. دابا دوك لي كورب اللي كيكونوا شنو هي الطبيعه ديالهم، متافقين؟ دونك غادي نقول هنايا بلي كونستيتيون دان سيستيم هو اش، هو مجموعه ديال لي كورب، يعني هو عباره عن كورب بيور دو ناتور شيميك ناتور شيميك ديفير، صافقين الشباب؟ دونك هذا هو اش، هذا هو كونستيتيون دان سيستيم. دونك هو واحد الجسم اللي كيكون خالص وكتكون عنده طبيعه كيميائيه مختلفه. دونك هادو هما لي كونستيتيون دان سيستيم. مزيان. دونك دوك المكونات ديال سيستيم هو انه كيكون اش، جسم خالص اللي كتكون الطبيعه الكيميائيه ديالو مختلفه، متافقين الشباب؟ واخا. دابا غادي نهضروا على الكومبوزيسيون دان سيستيم. دابا عرفنا لي كونستيتيون دان سيستيم، دابا غادي ندويو على الكومبوزيسيون دان سيستيم. مزيان. دونك خامس حاجه غادي نهضروا عليها هي الكومبوزيسيون، العلاقات اللي غادي تبقاو تستخدمهم ولا غنبقاو نحسبوا بهم اي حاجه تعطاتنا. دونك الكومبوزيسيون دان سيستيم، مزيان. دونك ركزوا معايا هنا الشباب، الا بغينا نهضروا على الكومبوزيسيون دان سيستيم غادي نهضروا على اربعه ديال الحوايج اللي غنبقاو نستخدموا بزاف، يعني اربعه ديال لي بارامتر اللي غنبقاو نستخدموا. اول حاجه باش نحددوا واحد الكومبوزيسيون دان سيستيم غادي نحتاجوا لي فراكسيون مولير، غير من السميه ديالهم عندها علاقه بالنومبر دو مول، دونك لي فراكسيون مولير. مزيان. ثاني حاجه غادي نهضروا عليها لي فراكسيون ماسيك، عندهم علاقه بلا ماس، فراكسيون ماسيك. ثالث حاجه غادي نهضروا عليها كونسونطراسيون، كونسونطراسيون مولار. ورابع حاجه غادي نهضر عليها كونسونطراسيون
ماسيك. دونك هادو هما ربعة ديال الحوايج اللي غادي نهضروا عليهم في هاد الكومبوزيسيون دان سيستيم، ولا هادو هما اللي غادي تحتاج في هاد الكومبوزيسيون دان سيستيم. كل حاجة غادي نعطيها لك بلونيتي ديالها. دونك اول حاجة الشباب غادي نهضروا عليها، غادي نهضروا على هاد الفراكسيون مولار. دونك هادي هي الاولى الفراكسيون مولار، من بعد غادي نهضروا على الفراكسيون ماسيك، من بعد غادي نهضروا على الكومبوزيسيون مولار، الكونسونتراسيون عفوا مولار، من بعد غادي نهضروا على الكونسونتراسيون ماسيك. صافقين الشباب؟ دونك هادو هما اللي غادي نهضروا عليهم ان شاء الله. مزيان، نبداو بالكومبوزيسيون اللي هي الاولى اللي هي الفراكسيون مولار. دونك ملي كنهضر على الفراكسيون مولار الشباب كنرمزو ليها ب اكس اي. صافقين؟ دونك كتسمى بحال هكا اكس اي، وكنديرو هنا ام كبيره كتعني مولار. دونك هاد اكس اي هادي هي الفراكسيون مولار. شنو كتساوي ليها؟ كتساوي ليها هو النومبر دو مول ديال داك الاليمون على النومبر دو مول توتال. وهادي كتستخدم هاد الفراكسيون ولا الفراكسيون مولار ولا الفراكسيون ماسيك ولا الكومبوزيسيون بصفه عامه، كتستخدم غير ملي كيكون عندك اش، ملي كيكون عندك ميلونج. صافقين؟ الفراكسيون ماسيك حتى هي كتستخدم غير ملي كيكون عندنا الميلونج. دونك حتى هي كنرمزو ليها هنا ب ام صغيره وكنديرو هنا اي، ولا كاين اللي كيرمز لها بعد الكليات بدوبل في. صافقين؟ هذه بجوج الفراكسيون مولار ما فيهاش اشكال، كاملين كيرمزو ليها بكسي. ولكن بالنسبه للفراكسيون ماسيك كاين اللي كيرمز ليها بكسي، صافقين، وكاين اللي كيرمز ليها بدوبل في. دونك شنو كتساوي ليها؟ هي لا ماس ديال داك الاليمون اللي باغي تدرس على لا ماس طوطه. صافقين؟ كتكون بالبورسونتاج فوا مية. بالنسبه لهاد لي فراكسيون سون يونيتي كيكونوا بورسونتاج. الا جينا ندويو على الكونسونطراسيون الشباب، كاين الكونسونطراسيون مولار اللي كيساوي ليا هو النومبر دو مول على الفولي، والوحده ديالو كتكون هي المول على اللتر. صافقين؟ بالنسبه للثاني شنو كيكون عندي؟ كيكون عندي الكونسونطراسيون ماسيك اللي كيساوي ليا هو لا ماس على ياش، لا ماس على الفوليوم. دونك كيكون هو بالغرام باغ لتر. صافقين؟ دونك هادي هي لونيتي ديال هاد الكونسونطراسيون مولار، وهادي هي لونيتي ديال الكونسونطراسيون ماسيك. مزيان، دونك هادو هما لي كومبوزيسيون اللي عندنا الشباب. دابا من بعد ما هضرنا على الكومبوزيسيون دان سيستيم، غادي نهضروا على ليتا دان سيستيم، وغادي نهضروا كذلك على دوك لي فاريابل داتا اللي كيأثروا ليا على هاد ليتا دان سيستيم. صافقين؟ واخا. دونك سادس حاجة غادي نهضروا على ليتا دان سيستيم. دونك كنعطيو ديفينيسيون ديال هاد ليتا دان سيستيم. دونك ملي كنهضروا على ان سيستيم كاركتيريزي بار دي غروندور ميزيرابل. دونك ملي قلنا كنهضروا على الحالة ديال واحد النظام، فهاد الحالة كندويو على واحد النظام اللي كيتميز بوحدات ديال القياس. هاد الوحدات ديال القياس كينقسمو لجوج، يعني هاد لي فاريابل داتا اللي غادي نهضروا عليه اللي غادي نهضروا عليهم دابا كاينين جوج، كاين انتونسيف وكاين اكستونسيف. هادو الشباب بغيتكم تركزوا عليهم لانهم غادي نخدموا بهم بزاف، وخصوصا في الفارياسيون دان سيستيم اللي غادي ندويو عليه من بعد ان شاء الله. دونك كاين لي فاريابل داتا اكستونسيف وكاين انتونسيف. اكستونسيف عندهم علاقه بالماده، يعني عندهم علاقه بالكونتيتي ديال الماتير، و انتونسيف انديبوندامون دو لا كونتيتي ديال الماتير، ما عندهمش علاقه بكميه الماده. صافقين؟ دونك ملي كنهضر على ايتا دان سيستيم في هاد الحالة الشباب كنهضر على ان سيستيم اللي كيكون اش كاركتيريزي بار دي غروندور ميزورابل. دونك هذا هو اش، هذا هو ايتا دان سيستم، يعني كيحتوي على اش، على وحدات قياس اللي كتكون خاص. صافقين؟ اللي من بيناتهم هاد لي فاريابل داتا اللي غادي نهضروا عليهم دابا، هما دوك الوحدات ديال القياس اللي كنستعملو، يعني واحد لي غوندو ميزيرابل اللي كيتسماو دي فاريابل داتا. دونك هادو هما سبع حاجه غادي نهضروا عليها دابا، فاريابل داتا اللي تابعين لهاد ايتا دان سيستم.
هادشي غادي تفهموك كشر في التمارين اللي غنبداو نخدمو تمارين، هادشي غادي يوضح لك. دابا انا كل عامل غنولي نستخدمو اول حاجه غادي نهضر لكم عليه، عاد من بعد نجيو نطبقوه في التمارين. دونك كاين جوج ديال لي فاريابل داتا الشباب، كاين فاريابل انتنسيف، وكاين الشباب الفاريابل الثاني اللي هو اكستنسيف. دونك كاينين جوج، كاين فاريابل انتنسيف وكاين فاريابل اكستنسيف. ملي كندوي على فاريابل انتنسيف هو اللي كيكون اش انديبوندامون دو لا كونتيتي كونتيتي دو ماتيير. دونك هذا كيتسمى اش، كيتسمى فاريابل انتنسيف ولا كيتسمى فاكتور انتنسيف. هادو بجوجهم يا اما كيتسموا فاريابل ولا عندهم سميه ديال فاكتور. كاين فاكتور انتنسيف وكاين فاكتور اكستنسيف. واخا فحال اش هاد لي فاريابل انتنسيف اللي ما كتكونش عندهم علاقه بكميه الماده، فحال بريسيون، فحال تمبيراتور، فحال الاف لا فورس الى اخره، الانرجي انترن الى اخره، هادو كلهم ما كتكونش عندهم علاقه باش كميه الماده. دونك هادو كيتسموا دي فاكتور انتنسيف. مزيان. وكاين فاكتور اكستنسيف، هما اللي كتكون عندهم واحد العلاقه بكميه الماده، دونك كتكون العلاقه ديالهم بروبورسيونيل. بروبورسيونيل دو لا كونتيتي تيتي دو ماتيير. فحال اش مثلا، فحال نومبر دو مول، لا ماس، لونغور، الفوليم، هادو كلهم عندهم علاقه بكميه الماده. دونك هادو هما اللي كيتسموا دي فاكتور اللي هما اش اكستنسيف. مزيان. دابا هضرنا على الفاريابل داتا، هضرنا على الانواع ديال هاد لي فاريابل داتا، وهادو هما اللي كيتستخدموا باش نحددوا واحد ليطا ديال واحد النظام معين. متفقين؟ لان هذيك ليطا كتكون واحد ليطا اللي هي ميكروسكوبيك، دونك باش نحددوها كنحتاجوا هاد لي فاريابل داتا. متفقين؟ مزيان. دابا غادي نهضروا على تامن حاجه اللي هي الفونكسيون داتا. ماشي، دونك دابا غادي نهضروا على الفونكسيون داتا. بالنسبه للفونكسيون داتا الشباب، غادي نهضروا حنايا في الفونكسيون داتا غنوليو نستخدموا اش، غادي نوليو نهضروا على غاز بارفي، ولا غنبقاو نستخدم غاز بارفي اللي عارفين ليكواسيون ديالو شناهي ولا عارفين العلاقه ديالو. قلنا اش بي في يقال اش يقال ان اخ تي. مزيان. كل وحده راه باينه شنو كتعني. ملي كنهضر الشباب على الفونكسيون داتا، شنو هي الفونكسيون داتا؟ هي واحد الفونكسيون اللي كتكون فونكسيون ديال جوج ديال لي بارامتر، كتكون بدلالات، يعني كيكون عندك فاكتور واحد. شنو هما لي فاكتور اللي كاينين هنا؟ كاينين ثلاثة، كاين بي وكاين في وكاين تي. متفقين؟ اما بالنسبه لار هاد ان و ار، هادو دي يقدروا يكونوا دي كونستانت في دي رياكسيون. مثلا ملي كيكون وحده النوم دومول ديالها واحد، و ار راه معروف كونستانت. دونك الا بغيت نعطي الفونكسيون ديتا كتكون بدلاله هاد العوامل، ولكن كل مره بجوج، يعني كتكون اف اون فونكسيون ديال اكس و ايكغيك. متفقين؟ فحال اش مثلا انا نعطيكم، بغيت نحط مثلا بريسيون اون فونكسيون ديال اش، ليك الفونكسيون ديتا ديال البريسيون اون فونكسيون ديال في و تي. دونك غادي نجي غادي نقول ليه بلي راه بي شنو كيساوي ليا؟ كيساوي ليا هو ان ار تي، ان ار تي سور في. دونك هادي فونكسيون داتا اون فونكسيون ديال جوج ديال لي فاريابل اللي هما في و تي. صافي، بغيت نحط مثلا في، شنو غادي نقول ليه؟ غادي نقول ليه في اللي كتساوي ليا هي اش، هي ان ار تي على اش على بي. دونك هادي فونكسيون داتا اون فونكسيون ديال بريسيون تمبيراتور. مزيان. بغيت عاوتاني نحط التمبيراتور، دونك هاد الفونكسيون ديتا شنو غادي تكون كتساوي لي؟ غادي تكون كتساوي لي هي اش، هي بي في على اش على ان ار. دونك هادي اف اون فونكسيون ديال بي في. دونك هادو هما لي فونكسيون ديتا كيكونوا اون فونكسيون ديال جوج ديال العوامل. متفقين؟ جوج ديال المتغيرات. دونك هاد الفونكسيون ديتا ديال الكاس بارفي عطاتنا تلاتة ديال لي فونكسيون ديتا. متفقين؟ كاينه الاولى ديال البريسيون، الثانيه ديال الفوليم، والثالثة ديال الطومبيراتور. يعني الشباب دونك هادو هما اللي عندنا. مزيان.
دابا غادي ندوزو من بعد ما هضرنا على الفونكسيون داتا غادي نهضرو على ليكواسيون داتا. وبالنسبة للسيستيم الشباب راه قلنا السيستيم بصفة عامة، إذا جينا نهضرو على سيستيم، سيستيم الشباب راه كيكون اون فونكسيون ديال اش، كيكون اون فونكسيون ديال لي بارامتر ولا لي فاريابل ولا لي فاكتور داتا. متفقين؟ حنا شحال من فاكتور لقينا؟ لقينا جوج ديال لي فاكتور، لقينا فاكتور انتونسيف والفاكتور اكتونسيف اكستونسيف. دونك هاد السيستيم كيكون اون فونكسيون ديال البريسيون والفوليم والتمبيراتور والنومبر دومبر. فاهم؟ هذا هو السيستم، يعني السيستم باش نحددو كنحددو هاد لي بارامتر اللي كيكونوا فيه. وقلت من سيستم لسيستم، ولكن هذا اللي غنخدمو حنا في تيرموديناميك، دونك هذا هو اللي غنبقاو نخدمو فيه. متفقين؟ يعني اي سيستم غادي يكون بدرجة البريسيون والفوليم والتمبيراتور والنومبر دومبر. دونك من بعد ما هضرنا على الفونكسيون داتا الشباب، دابا غادي نهضرو على ليكواسيون داتا. ليكواسيون داتا علاش كنعطيكم هاد لي فونكسيون داتا؟ يعني ملي يطلب منك البريسيون ها كيفاش تحسبو، ملي يطلب منك الفوليم ها كيفاش تحسبو، ملي يطلب منك الطومبيراتور ها هي الطريقه اللي غادي تحسبها بها. دابا غادي نهضروا على ليكواسيون داتا. دونك لي فونكسيون داتا وريناهم كيفاش كيتكتبوا. دونك دابا غادي نطلبوا، غادي نحددوا اش ليكواسيون داتا. ركز معايا بالنسبه لهاد ليكواسيون داتا شنو غادي ندير. غنبقاو خدامين على نفس الحاجه اللي هي داك الغاز بارفي. هانتوما ركزوا معايا، شنو قلنا على الغاز بارفي؟ قلنا بلي راه اش بي في كتساوي الشباب ان اخ تي. صافين. دابا ملي كنهضر على ليكوا الفونكسيون كنهضر على اش، على هاد اف كيكونوا فيها جوج ديال المتغيرات اكس و ايغريك. ملي كدوي على ايكواسيون اللي هي الفونكسيون كتكون اش، كتكون بدلالات اكس و ايغريك وزاد، يعني ديك ليكواسيون اللي غادي تحط خاص يكونوا فيها ثلاثة ديال المتغيرات. شكون المتغيرات اللي عندنا حنايا؟ بي و في، بي و في و تي. دونك ملي غادي نبغي نكتب هاد ليكواسيون غادي نجي غادي نعتبر هادي كلها كتساوي زيرو. دونك هادي غادي تولي تسمى ليا ايكواسيون. دونك غادي تولي عندي بي في، بي في ملي غادي نجيب هادو الطرف الاخر غادي يولي هو موان ان اخ تي ايغال ا زيرو. دونك هادي كتسمى ايكواسيون داتا. دونك ملي كترجع كلشي كيساوي زيرو هادي كتعطيني ايكواسيون داتا. دونك هاد الفونكسيون اللي عندي بدلالات بي و في و تي، دونك هادي فونكسيون داتا، يعني فونكسيون ديال بي و في و تي، هادي اللي كتسمى فونكسيون داتا. اما هادو شنو كتلاحظ؟ هادو فيها جوج ديال العوامل، هادي تاهي جوج، هادي جوج، وهادي فيها ثلاثة. دونك هادي كتسمى فونكسيون داتا اللي كيكونوا فيها جوج ديال لي بارامتر، وهادي اللي كيكونوا فيها ثلاثة كتسمى ايكواسيون داتا. دونك هادي هي تاسع حاجة هضرنا عليها. مزيان، دونك دابا هضرنا على الفاريابل داتا، هضرنا على الفونكسيون داتا، وهضرنا على ليكواسيون داتا. دابا الشباب غادي نهضروا على فاز. متفقين؟ دونك ملي كنهضروا الشباب على فاز، هو مرحلة، هي واحد المرحلة اللي كيتواجد فيها واحد العنصر ولا خليط من جوج ديال العناصر، اللي كيكون داك الخليط يا اما متجانس ولا غير متجانس، يا اما هوموجين ولا هيتيروجين. متفقين؟ دونك هذا هو فاز، يعني واحد المرحلة اللي كيكون كيتواجد فيها واحد المادة اللي كتكون يا اما ولا كيتواجد فيها واحد العنصر اللي كيكون يا اما بوحدو ولا كيكون خليط ديال جوج ديال العناصر اللي كيكون يا اما متجانس ولا غير متجانس، يا اما هوموجين ولا هيتيروجين. هذا هو فاز. وبالنسبه للماده الشباب كتمر من ثلاثه ديال لي فاز. دونك ملي كندوي على ماده كتمر من ثلاثه ديال لي فاز. اول فاز هو ندويو عليه مثلا فاز سوليد. دونك كاين فاز سوليد. بالنسبه لهاد الفاز سوليد الشباب كيفاش كيكون؟ كيكون عندنا واحد لي موليكيول كيكونوا في واحد ليطا اللي هي اوردوني، يعني لي زاتوم اللي كيكونوا عندنا ولا دوك لي كوب كيكونوا في واحد ليطا اللي اوردوني، كيكونوا منظمين. متفقين على هاد الشكل؟ مزيان. دونك ما غنعطيكمش عليهم بزاف، غنعطيكم شي معلومات اليوم قلال لان ما نحتاجوش هادشي بزاف. دونك الفاز سوليد كيكون على هاد الشكل هذا. دونك هذه هي ليطا سوليد كيكونوا اش، اول حاجه كيكون في واحد ليطا دوك لي موليكيول كيكونوا في واحد ليطا اللي هي اوردوني. متفقين؟ وثاني حاجه كيكونوا اش، كيكونوا كيكون لي زانتيراكسيون طالعين بزاف، دونك كيكونوا فور انتيراكسيون، يعني احتكاكات ما بين هاد لي موليكيول كيكونوا بزاف. مزيان. ثاني حاجه غادي نهضر عليه هو الفاز اش، هضرنا على الفاز سوليد. دابا غادي نهضروا على الفاز الثاني اللي هو الفاز ليكيد.
بالنسبه لهاد الفاز ليكيد الذرات كيكونوا متقاربين، غير هما ما كيكونوش منظمين، يعني كيكونوا كل وحده في جهه، كيكونوا على هاد الشكل، يعني كيكونوا عشوائيين هاد الذرات، ولكن كيكونوا قراب، متفقين؟ يعني كيكونوا قراب ولكن فواحد الاطار اللي هي اش ديزوردوني، دونك اتا دي هي ديزوردوني، متفقين؟ غير منظم. و تالت حاجة هاد لي موليكيل كيكونوا اش بلي بروش، دونك كيكونوا قراب لبعضياتهم. تاني حاجة غادي نهضروا على الفاز اللي هو اش، فاز اللي هو غازو، دونك بالنسبة لهاد الفاز غازو كيكونوا لي موليكيل بعاد، ما كيكونوش قراب، العكس ديال ليكيد، دونك كيكونوا لي موليكيل بعاد بهاد الشكل هذا، دونك كيكونوا لي موليكيل بعاد على بعضياتهم، وكيكون في واحد لاطا اللي هي ديزوردوني تاهو، دونك اتا اللي هي ديزوردوني، متفقين؟ يعني كتكون في واحد لاطا اللي هي ما منظماش، دونك هادو هما لي فاز اللي عندك، وهذه الطريقه اللي كيكونوا بها في الواقع. السوليد كيكونوا متقاربين وكيكونوا جد، يعني دوك احتكاكات كبار بزاف ما بيناتهم، كيكونوا في واحد لاطا اللي هي منظمه. ليكيد كيكونوا متقاربين ولكن كيكون التوزيع ديالهم عشوائي. سوليد الغاز كيكونوا بعاد وكيكونوا في نفس الوقت بعاد، وداك التوزيع ديالهم كيكون عشوائي، كيكون بعاد بزاف والتوزيع ديالهم حتى هو كيكون عشوائي، وبالتالي زانتيراكسيون كيكونوا قلال. دابا بالنسبه للسوليد لي زانتيراكسيون كيكونوا كبار، ليكيد كيكونوا مويان، وبالنسبه للغازو كيكونوا فابل، كيكونوا ضعاف بزاف، لان لي موليكول بعاد، باش يكونوا لي زانتيراكسيون دوك احتكاكات ما بيناتهم خاصو يكونوا قراب. دونك هادو هما لي فاز الشباب. وقلنا شنو هو فاز؟ هو واحد المرحله اللي كتواجد فيها عنصر واحد ولا خلايط ديال جوج ديال العناصر، اللي يقدر يكون داك الخليط يا اما هوموجين ولا هيتروجين، يعني واحد الخليط اللي هو متجانس ولا غير متجانس. مزيان، دابا غادي ندوي على لونيتي دان غاز بارفي، مادام دوينا على ديك القاعده ديال الغاز بارفي، دونك دابا 11 غادي نهضروا على لونيتي اللي غادي تبقاو تستخدموا بالنسبه للغاز بارفي، لان اهم حاجه في تيرموشيمي هي لونيتي اللي غنبقاو نستخدمو. اما التمارين راه بالنسبه لهاد لي موديل ديال الشيمي بجوجهم ساهلين، ما غتلقاوش فيهم مشكل، صافقين صباح فيه. هو ملي كتسمع السهوله دونك راه التمارين غادي يكونوا فيهم بزاف، دونك خاصك تخدم تمارين بزاف. دونك لونيتي دان غاز بارفي، حنا عارفين بلي بي في ايكالا ان اف تي، مزيان. كل واحد خاصك تعرف لونيتي ديالو شناهي، بالنسبة لبي راه باينة لونيتي ديالو، في تا هي، تي تا هي، و ان تا هي، هاد ار هي اللي غيولي فيها اشكال هاد العام. دونك بي شنا هي لونيتي ديالو، في شنا هي لونيتي ديالو، تي شنا هي لونيتي ديالو، و ان شنا هي لونيتي ديالو. بالنسبة لبخاسيون لونيتي ديالو هي اش، هي البار، دونك ان بار كتساوي ليا واحد اتموسفير كتساوي ليا 10^5 باسكال، صافقين. بالنسبة للفوليوم كيكون الشباب يا إما بلاتر ولا كيكون بالمتر كوب، صافين مزيان. بالنسبة للتمبيراتور الشباب يا إما كتكون بالدوغري ولا بالكلفن، واضح؟ والدوغري شنو كيساوي ليا الكلفن إلا بغيتي تحول شناهي، هي 270 بلوس ديك الدوغري، يعني إلا بغيتي تحول واحد التمبيراتور من الكلفن، من الدوغري عفوا الكلفن، شنو كدير؟ ديك تي ديال الكلفن شنو كتساوي؟ كتساوي ديك طومبيراتور ديال الدوغري زائد 273، متفقين؟ هاديك 273 ملي كضيفها كتحول لك هادشي كامل لاش؟ للكلفن، مزيان. ام هي عبارة عن نومبغ دو مول، دونك هادي لونيتي ديالها هي المول، متفقين؟ دونك هاد البارامتر كل واحد عطيتكم لونيتي ديالو، بقى حاجة وحدة، بقات هاد الكونستونت هي اللي عليها العمد، هاد الكونستونت هي اللي كتبدل من تمرين لتمرين، دونك هاد ار اللي عندنا اللي هي الكونستانت ديال الغاز بارفي، مزيان. هاد الار شنو هي اليونيتي ديالها؟ عندها الشباب ثلاثة ديال اليونيتي اللي غادي تقدر تلقى، إلا قال لك عطيها ليا بالمول ولا كيكون باش بالاتموسفير، كيكون عندك لاتر فوا اتموسفير فوا المول موانزان فوا الكيلفن موانزان، في هاد الحالة الفالور ديالها هي 0.082،
صافقين. إلا كانت بالجول اللي عارفين حنا اللي كنخدمو بها هي 8.314 اش جول مول موان زان فوال كيلفن موان زان، صافقين. وكاينه الثانيه حتى هي اللي هي ملي كتكون بالكالوريمتري اللي هو اش كيكون عندي هاد ار كتساوي ليا هي جوج كار كالوريمتري، صافقين الشباب. دونك هادو هما الوحدات ديال ار وهادو هما الوحدات ديال هاد الكونستونت. انت على حساب الوحده اللي غادي يطلب منك انك تخدم بها كتحط هاد الفالور. الا قال لك تخدم بهاد الكالوريمتري راه غادي تخدم بجوج. كان ديك مثلا ديك ليكواسيون اللي خدام بها فيها لونيتي ديال هاد الجول والمول موان زان، دونك راه غادي تخدم بهاد العلاقه هادي. كان فيها لا ترونسفير مع لاتر مع المول موان زان، راه غادي تخدم بهاد الوحده هادي على حساب لي كان اللي غادي نخدمو. هما هادشي كامل غادي نوريه لكم في التمارين ان شاء الله. انا اللي بغيت نعطيكم في الحصه ديال اليوم غير داكشي اللي غادي تشوفوا في الموديل كامل، يعني كنهضر لكم غير على كل حاجه اشنو كتعني وشنو هي اليونيتي ديالها وفين غنحتاجوها. اما التمارين هو فاش غادي تفهموا هادشي كامل اللي هضرنا عليه. ممتى الغرض ديالي انا من الحصه ديال اليوم هي انك غير تعرف الموديل ديالك اشنو غادي تقرا فيه كلشي، صافقين. دونك بقاو ليا دابا اخر حاجه غادي نهضروا عليها هما لي ترانسفورماسيون، هما باش غادي نساليو هاد الحصه هادي. دونك بالنسبه لي ترانسفورماسيون الشباب اللي عندنا دابا غادي نهضروا، وصلنا شحال؟ وصلنا 11، دونك 12 الشباب غادي نهضروا على لي ترانسفورماسيون. هادشي اللي هضرت لكم عليه هنايا الشباب لي ترانسفورماسيون، هادشي راه غادي تشوفوه حتى في الثيرموديناميك. الناس اللي كيقراو الثيرموديناميك شيمي هاد التقديم اللي درت لكم اليوم راه صالح لكم الثيرموديناميك والثيرموشيمي بجوجهم كتقراو فيهم في البارتي 1 فحال فحال، دونك ردوا البال، صافقين. دونك هاد لي ترانسفورماسيون اللي عندنا الشباب غادي تحتاجهم في الثيرموديناميك والثيرموشيم. عندنا الشباب ثلاثه ديال لي ترانسفورماسيون. دونك كاين عندنا ترانسفورماسيون الاول كيتسمى ايزوبار، غادي تولي تسمع واحد ترانسفورماسيون اللي كيتسمى ايزوبار، غادي تولي تسمع واحد ترانسفورماسيون اللي كيتسمى ايزوكور، صافقين ايزوكور. وغادي تولي تسمع واحد ترانسفورماسيون اللي كيتسمى ايزوتير، صافقين. وكذلك كاين واحد ترانسفورماسيون اخر اللي هو ادياباتيك. مزيان غنوريكم كل واحد امتى غادي تخدموا به وامتى غادي يكون عندك. دونك بالنسبه لهاد ترانسفورماسيون ايزوبار، ترانسفورماسيون ايزوبار كيكون عندي ملي كيكون عندي البريسيون كونستانت. دونك الا كان البريسيون كونستانت الديريفي ديال داك البريسيون الشباب راه كيساوي زيرو، صافقين. ايزوكور كنخدم به ملي كيكون عندي الفوليم كونستون، دونك الا كان الفوليم كونستون ديريفي ديال الفوليم كيساوي زيرو. ايزوتيرم كنخدم به ملي كتكون عندي التمبيراتور كونستون، دونك الا كان التمبيراتور كونستون ديريفي ديال ديك التمبيراتور كتكون كتساوي ليا زيرو. ادياباتيك هو لا سوم ديال لا كونتيتي ديال ديك لا شالور اللي كتكون عندي كتكون كتساوي زيرو، صافين. هذا بالنسبه للترانسفورماسيون ادياباتيك. دونك ركزوا لي على الترانسفورماسيون، دونك كاين الاول كاين الثاني وكاين الثالث، وعاد باش هاد الكا هادي الرابعه اللي غادي تشوفوا فيها السيستيم ولا ترانسفورماسيون ادياباج. مزيان. وكاين جوج ديال الانواع ديال لي ترانسفورماسيون اللي غادي تبداو تسمعوهم بزاف. كاين واحد ترانسفورماسيون اللي كيتسمى ريفيرسيب، يعني واحد الرياكسيون اللي كتكون عندك ريفيرسيب. شنو هي ريفيرسيب؟ مثلا عندي واحد الرياكتيف ا وعندي هنايا واحد الرياكتيف بي، تبع معايا. هاد الطريق اللي سلكتي من هنا باش تمشي وتحد افوان هذا راه بي تمشاو ثاني اف نفس الطريق، دونك هاد الطريق اللي مشيتي منها من هنا تال بي عندك الحق انك ترجع منها هي نفسها، متفقين. يعني هاد الطريق اللي مشيتي بها من هنا تال هنا عندك الحق انك ترجع بها نفسها. علاش؟ لان هاد الترانسفورماسيون راه هو اش؟ راه هو ريفيرسيب. شنو كيعني لي ريفيرسيب؟ انا عندي ليكيليبر هنايا، مادام عندي ليكيليبر هنايا اي مثلا هنايا وصلت هنايا القي وصلت هاد المرحله هادي شنو غادي نلقى فيها؟ كنت غادي مثلا من ا تال بي وصلت هاد المرحله هادي لقيت فيها 50% ديال ا و 50% ديال بي. جيت من جيت بي مثلا جيت من جيت بي وصلت نفس المرحله شنو غادي نلقى؟ غنلقى 50% ديال ا 50% ديال بي. دونك من اي بلاصه جيت سواء جيت من جيت بي لعند او مشيت من عند ا لعند بي نفس السرعه اللي غادي تلقى ديال هاد التفاعل في اي نقطه كاينه هنا. داكشي علاش كيتسمى سيستيم ريفيرسيب، يعني الطريق اللي خديتي تقدر ترجع منه، متفقين. يعني سواء مشيتي من هاد الطريق ولا مشيتي من طريق اخرى
غادي ترجع نفس النتيجة غادي تحصل عليها، متفقين؟ هذا هو اللي كيتسمى سيستيم ولا ترانسفورماسيون ريفيرسيب. واجي نشوفو ترانسفورماسيون ريفيرسيب. بالنسبة لهاد ترانسفورماسيون ريفيرسيب، هنايا قلنا سوا مشيتي من ا ولا من بي كتبقى دوز من نفس لي كونديسيون اللي مشيتي منهم، سوا من ا سوا من بي لا، نفس لي كونديسيون كيبقاو عندك ما كيتغيروش، لان عندك واحد ترانسفورماسيون اللي هو ريفيرسيب. اما ملي كدوي على واحد ترانسفورماسيون اللي هو ايريفيرسيب، طريق وحده هي اللي غادي ديك البي، متفقين؟ يعني هذه الا مشيتي من هنا حتى البي ماشي هي، الا رجعتي من طريق اخرى، الا رجعتي من طريق كتكون رياكسيون وحده سبونطاني، متفقين؟ كيكون عندها سهم واحد، كيكون عندها طريق واحده، صافقين؟ الا بغيتي تجي من بي لا خاصك تسلك طريق اخرى من غير ديك الطريق اللي مشيتي بها، ودي كونديسيون اخرين اللي غادي يوليو عندك باش تحصل على ا. دونك هذا هو سيستيم ايريفيرسيبل. ايريفيرسيبل الطريق اللي كتمشي منها ماشي هي اللي كترجع منها، دونك هنا كتكون رياكسيون سبونطاني، يعني كيكون عندها سهم واحد، في الحين ان هنا كيكون عندها جوج ديال الاسهم، يعني كيكون في واحد الاطار اللي هي ليكيليب. دونك هذا هو الفرق ما بين سيستيم ريفيرسيبل و ايريفيرسيبل. وبالنسبه لهاد سيستيم ريفيرسيبل كتكون فيها واحد الداتا جي كتكون كتساوي زيرو، كيما نهضروش عليها دابا حتى من بعد ان شاء الله. دونك هادشي اللي كاين الشباب في الحصه الاولى ديال التقديم، هاد الحصه غادي تكون سالات هنايا ديال الشابتر 1، دونك هادشي اللي فيها وهادشي اللي نبغيكم انكم تبقاو ضابطين. الحصه الجايه غادي نخدموا تمارين في هاد البارتي 1 ديال التقديم، ومن وراها غادي ندويو على الشابتر 2 اللي غادي يكون فيها بروميي برانسيب دو لا تيرمو ديناميك. دونك بون كوراج الشباب.